المنبر العالي بفكره الرشيد، به الذكرى به العبرة به التفسير والتسديد، لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. المنبر العالي بدرب آل المصطفى، المنبر العالي. ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لتهنك عقب الصابرين أبا الرضا، وإن طال حبس واستطال عقابه، وعربد شوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عذابه، فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خرابه، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به، وكتابه تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصابه. لعل الفترة التي عاشها الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه من أحرج الفترات ومن أشد الفترات، والسبب واضح. كأنه الإمام سلام الله عليه في سنة في أيام بواكير عمره عاصر ولادة الدولة العباسية، وطبعا الدولة العباسية اجت على أنقاض الدولة الأموية، وتعرف هالعداء المتأصل اللي تقريبا ماخذ شكل تقليدي بين الأسرتين الأموية والهاشمية، هالصراع اللي يمتد من أيام الجاهلية وتبلور من بعد الجاهلية، تبلور إلى نمط آخر في أيام الإسلام. وترى ألفت نظرك، يعني معظم الأمويين كانوا يتصورون أن الصراع مو مسألة صراع نبوة وجاهلية، مو صراع إسلام وجاهلية، لا، يتصورون أن بنو هاشم سطوا على رئاسة بني أمية وأخذوها من عندهم، شايف؟ يعني مسألة الصراع قبلي مو أكثر. هذا نفسه اللي يعبر عنه أبو سفيان عندما كان يمشي يوم من الأيام وصاح منه يأخذ بيدي إلى قبر الشهداء، جابوه إلى أحد إلى قبور الشهداء، قالوا دلوني على قبر حمزة. دلوه على قبر حمزة، ضرب القبر برجله ركله، قال له اجلس أبا عمارة، إن الذي كنا نتقاتل عليه بالأمس أصبح اليوم بيد غلماننا يلعبون به تلاعب الصبيان بالأكر. من حبشة العباس بن عبد المطلب في واقعة فتح مكة، خلاب مضيق الوادي وقامت تمر عليه الكتائب، يقول له لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. لك مو مسألة ملك، النبوة إنما هي النبوة. أصلا هذا مو بهالذهنية، نبه لي، مو بهالعقلية، عقلية قبيلتين تصارعا، والتيار القبلي النظام القبلي بتياره يتصوروا أنه هو اللي يحكم العلاقات. زين، امتد هذا الصراع وإجت الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية بعد أن ركبت التيار
تيار طبعا كان مع بني هاشم، وهذا التيار عمقته دماء الطف، الدماء اللي شالت يوم الطف عمقتها التيار، خلته في نفوس الناس، جذرته في نفوس الناس. فيجوا ذولا ركبوا هالتيار، ركبوا تيار يا لثارات الحسين هالشعار وعبروا عليه إلى أن وصلوا إلى الخلافة. من وصلوا إلى الخلافة بدأوا بتصفية الحساب. شو التفت لي؟ والغريب يعني أنت أحيانا إحنا كنا نسمع بعض النصوص الأدبية نتصور أكو بيها مبالغة، بعض النصوص الأدبية مثلا نسمع لك شاعر من الشعراء، شعراء الهاشميين يقول يا ليت جور بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس بالناري. تستغرب شنو شلون ليش الشكل، لكن لما تطلع على ما يكتبه المؤرخون في مواقف العباسيين إجاء العلويين تعرف أن هذا الرجل ما مبالغ أبدا. ماكو مثل ما يقول الشاعر رب يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. الواقع من هالنوع يعني ذول لما انتهى الأمر إلهم خلوا أوضاع الأمويين تعتبر بالقياس إلهم لا شيء. فلا أضرب لك بعض الأمثلة، إجوا إلى الأموال العامة، حاصروا العلويين في موضوع الأموال حصار شديد، يعني بدأوا يضيقون عليهم في موضوع أرزاق. يعني مثلا تشوف أن الرشيد يجي إلى المدينة يوزع الأموال على 5,000 و10,000 ويقول الربيع في آخر من دخل، دخل الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، طبعا ما يسعى إلا أن يجامله لأن هذا جاي لهناك وفاتح ديوانه ويدعو الناس إلى الدخول عليه وتجديد العهد به، وقطعا مضطر الإمام سلام الله عليه أن يجامله، دخل عليه أقبل عليه يسأل عن أوضاعه، كيف أنت يا ابن العام؟ قال له بخير. يسأل كم عندك من العيال؟ قال له 500 ويزيدون. ليش ما تزوج الذكور من الأناث؟ قال له على كل حال أكو ظروف مالية تحول دون هذا. قال له ما حال بستانكم؟ أنا أستاذ عندكم ضيعة. قال له تعطي سنة وتمنع أخرى. قال له إن شاء الله يصلك ما تصلح به الضيعة، ما تزوج به الذكران من الأناث، ما تقضي به الدين، ذني كلهن راح نسدهن إليك. نعم ينتهي الأمر ويطلع من المدينة يودي للربيع يقول له اعذرنا لقد نفذ ما في أيدينا، ما عندنا إلا شيء إلا 300 دينار مثلا. الإمام قال له أنا ما كلفت حتى يودي لي 300، ما اعتجته وما قلت له بشيء، هو تبرع وقال بشيء وهو يعود إليه، يريد يرسل أو ما يرسل يعود إليه، ما يقدر يقول له طبعا ما أريد شيء ما يرده، لأن المسألة مو منطق حوار مع المتكافئين، منطق شيف، نعم منطق مخلب وأنياب، منطق وحش، ومنطق الوحش شنو الإجابة عليه. على العموم بدأوا هالحصار بهالجانب. الجانب الثاني الأموال وين تصرف؟ تصرف الأموال إلى مغني. تتأمل لي يعني تقول شوف هذا الجانب هنا بيوت بني هاشم قد يعوجها الرغيف، تعبر إلى الجانب الثاني تلقى المخنثين داير مدايرة، نعم المغنين، ويدفع لهم الأموال الطائلة لمجرد أن فلان غناه بأبيات من الشعر اندفعت له، أو لمجرد أن مرتزق من المرتزقة حمل فكرة من الأفكار اللي تتناغم ويا أعصابهم. شنو مثلا الأفكار اللي تتناغم ويا أعصابهم؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لما مات كان عم العباس عدل وكان عم الثاني أبو طالب ميت، ومقتضى القاعدة إذا أكو ميراث الميراث يروح للعم لأن العم يحجب ابن العم، نبهلي يعني العم يعتبر من طبقة أقدم من ابن العم، يحجب ابن العم يحجب ابن العم، ولما مات النبي العم موجود وهو العباس، أبو طالب كان ميت أكو ابن أبي طالب يعني ابن أخو العباس موجود، معناه الميراث يروح علما إلى العباس. هاي على نظرية العصبة اللي موجودة عند المذاهب الإسلامية، على نظريتنا لا، الميراث كله للبنت، والنبي مات خلف بنته، خلف ولد، الولد أعم من أن يكون ذكر أو أنثى. زين فالمسألة هاي تتناغم شوية ويا أعصابهم. يدخل مروان ابن أبي الجنوب أحد الشعراء يقول
ما للذين تنحلوا ميراثكم إلا الندامة يرجو التراث بني البنات وما لهم فيها قلامة. جين وبدأ من الأبيات هذا رأشا تنحمل إلى 10,000 دينار وتغذق عليه الخلع والهبات السنوية ويولى على البحرين بعد واليمامة، اثنين والي على الاثنين يجمع بين البحرين واليمامة لمجرد أن تناغم وياه بفكرة من الأفكار. يدخل عليه شاعر آخر مروان ابن أبي حفصة يقرأ له: هل تطمعون من السماء نجومها أو تشترون من السماء هلالها أو تنكرون مقالة من قائل جبريل بلغها النبي فقالها؟ ويبدأ يقرأ يقرأ هذه قصيدته ويصعد بها إلى شتم الهاشميين، والرشيد يزحف يزحف يزحف. نعم، وإن كان رواية تقول أحيانا على الهادي وأحيانا تنسب للرشيد، يقول يزحف. ثم سأل: كم عدد أبيات القصيدة؟ قال له: أبيات القصيدة 100. قال له: كل بيت علي 1,000 دينار، تأخذ 100,000 دينار. تأمل الأموال بها الجانب، يقولون المؤرخين كانت زبيدة لا تستطيع القيام من الأحجار الكريمة التي على جسدها، يعني بحط صعوبة عليها تقوم من قد ما مكلليها بالأحجار الكريمة. يشتري له هو نفسه الرشيد مسبحة يأخذها ب100,000 دينار يعبث بها بين أنامله. شاتقد لما أحكي لك القصة تقيس 100,000 دينار على زماننا، هاي هنا تقول 100,000 دينار، لا تعرف الدينار شنو كان؟ دينار ذهب. دينار ذهب كانت قيمته الشرائية تشغل 60 عامل، بخذ هذا المقياس. العامل كان يشتغل بدانق، الدرهم 6 دوانق، الدينار 10 دراهم، يعني القوة الشرائية للدينار آنذاك تشغيل 60 عامل. نبهلي، فمن هنا تدرك أن الأموال كان يعبث بها عبث منقطع النظير. 4,000 بين خادم وجارية وخصي في بيت الرشيد. أما هاي الأموال شوف الطرف الثاني شو يصير. الطرف الثاني وزع العلويين، وزعوا العباسيين لما اجوا للحكم وزعوا العلويين على مختلف البلدان. ليش؟ حتى يكونوا تحت بصر الولاة، وطوا الولاة منهج. خل اقدم لك نموذج من هالمنهج. منهج راح الى مصر، كتبوا لهم شنو؟ العلوي ما ينبغي ان يركب على فرس، ما له حق يركب على فرس. نبه لي، ما ينبغي أن يقبل ضيعة، يعني ما تسجل بستان باسمه، ما يوضع لهم بالبيت إلا إذا اضطروا إلى خادم واحد، أكثر من هذا ما يسوغ مهما تكون العائلة كبيرة. بعد إذا تنازع معه شخص يقدم عليه قول خصمه ولا يقبل قوله. كمل، أكثر من هذا شنو اللي يصير؟ وشوف الأخبار الولاة والقضاة للكندي اللي عنده الكتاب يقدر يطلبه من المكتبة، شوف إيش كانت التواقيع اللي تطلع من قبل الرشيد وتروح إلى مصر وتروح إلى غير مصر. نعم، في معاملة العلويين. اتأمل هذا نمط. النمط الثاني من المعاملة، والي المدينة، والي المدينة عبد العزيز بن عبد الله كان يلزم العلويين بأن يكفل بعضهم بعضا. إذا أكو علويين 4، واحد يكفل الثاني لازم. شنو الغرض من الكفالة؟ حتى يومية الصبح يحضرون للتوقيع الصبح وللتوقيع العصر، توقيعين يومية. هذا لازم يوقع الصبح ويوقع العصر، خاف طالع خارج المدينة متصل بأحد. وهي ترى اللي سببت ثورة الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن صاحب فخ. نعم، هو اللي شبه، هي اللي شببتها. واحد من العلويين تخلف، عنده مشكلة بالدار، مريض أو غير مريض، مشكلة أخرته ما أجل التوقيع. والدور الحسين باعتباره كفيلة قال له: هذا وين شو ما يجي وقع؟
قال له ما أدري، تعرف هذا غائب ورجل عنده مشاكل وجاء استأخر، ما يجي الصبح يجي العصر. قال له لتأتين به أو لأضربن عنقك. قال له زين أأتيك به. وذولا تعرف يعني ناش المسألة بعد لما توصل لها الحد شنو الحياة شنو قيمتها بعد. وإذا لم يكن من الموت بد فمن الذل أن تعيش جبانا. فقال له زين أنا أتيك به. وبالفعل طلع الرجل وأعلن نهضته، وكان مقرر إلها أن تكون أيام موسم الحج، لكن استعجل هذا الطرهم الطر أعلنه. وشلون كان هو هذا؟ وهذا الحسين ابن علي الخير الله أكبر من رهبان بني هاشم. هذا الرجل إذا جن عليه الليل يحيي ليله بالعبادة، يعني نموذج مشرف في كل أبعاد. هذا الرجل علم وعبادة وورع، هو من الرواة عن الإمام موسى سلام الله عليه، وبعدين هو من الرواة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، العفو، هو من الرواة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو بنفس الوقت كان من خيرة الهاشميين علما وعملا وكرما ونجدة ونوبل وفتوة، يعني مجموعة مآكر. فاضطر أعلن نهضته وطلعوا، طلعوا يا مجموعة من الحجاج، وانتهوا إلى واقعة فخ، ذيك الواقعة الدامية اللي انتهت إلى مقتل مجموعة من العلويين، الرؤوس اللي جابوها 102 رأس، نعم اللي قطعوها بالمعركة. وهذا موسى بن عيسى يقول له الواحد من أصحابه، يقول له روح شوف لي معسكر الحسين شو تشوف بيه. اجى الى المعسكر بالليل، عاين المعسكر ورجع. لما رجع قال له ماذا رأيت؟ قال له والله ما رأيت الا صائم، افطر عند الغروب، وقائم وقارئ للقرآن، ومعد للسلاح، ما صمود. طبيت الى معسكر شفت اشبه معسكرات النبي في ايامه، نعم، ضرب يدا بيد، قال والله إنهم لأحق منا بما في أيدينا، إحنا نعرفهم تماما ولكن ما نصنع. يقول بكى حتى ظننت أنه سيرجع، ما رجع. الصراع، شوف الدنيا تتصارع مع الآخرة، مع القيم الخيرة فتغلب. فوصل الأمر إلى درجة يعرضوهم على الوالي صباح مساء للتوقيع، وبالأخير ينتهي الأمر إلى أن تصير ذولا يضايقوهم نفسيا، إلى أن تصير الثورات بهاللون، يجيبون أبناء الحسن يطلعوهم 13 واحد، يدخلوهم إلى سرداب، يضربون بأيديهم المشامير يشمروهم إلى الحيطان، ويجيبون الأسرى مغللين، ويمر الإمام يقول له ما هكذا صنعنا بأسراكم؟ ليلة اللي جابه جدك العباس النبي ما نام للصبح، ليش؟ لأن شادين إيديه ويتضور ما يقدر ينام. قال لهم تعالوا حلوا، ما أقدر أسمع عمي يتضور، حلوا يديه. حلوا إيده بالفعل، والنبي كشاه، ما هدأ رسول الله حتى أطلق، حتى هد إيديه، يقول له ما هكذا صنعنا بأسراكم؟ تالي النتيجة هكذا ينتهي الأمر إلى هذا اللون. فتصور هاي الأجواء اللي عاشها الإمام شو وقت انولد؟ انولد سنة 128، يعني عمره في ولادة الدولة العباسية 5 سنوات، عمره 5 سنوات، فعاصر ولادة الدولة العباسية. الدولة العباسية لما عاصرها صار بيها المنصور، لما إجا شفك الدم بغزارة، طبع ليه واحد قال له تجي تسوي، هجمت على الدماء هجوما لا حدود له. قال له طبيعي، لأن إحنا بالأمس كنا شوقة واليوم الناس يرونا ملوك، وبعدين هذه سيوف بني أمية، إحنا أعداءنا ها هنا، وجماعة بني أمية أتباعهم ها هنا، لا تطيب نفوسهم لنا بخير، فإحنا لا تتوطد هيبتنا بالصدور إلا ما ترى. وكان يأنش لشفك الدماء، غريب يعني هذا، تأمل كان عند الدم، يعني منظر الدم يبعث له بالطرب. فهاللون اللي جرى الإمام عاصر سلام الله عليه، عاصر هذا، ولد في هذه الفترة الحرجة. طيب ترعرع، انتهى دور السفاح أيام قلائل ودور المنصور،
وخلص دور المنصور اجى دور الهادي والمهدي بايام المهدي، وايام الهادي فصارت واقعه فقه. بايام المهدي نقل الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه من المدينه جاب الى بغداد. ليش؟ حتى يخليه تحت سمعه وبصره، يعني يتصور اذا خلاه قريب من عنده يطوق اذا عنده تحرك. مع ان الامام في احدى جلساته قال له اطمئن ترى انا مو بهالاتجاه، قال له انت هوايه متصور اني انا بهال، لا انا مو بهالاتجاه. طبعا الامام كان يقدر الواقع، كان يعرف ان هذا رجل الان يملك جيوش الشرق والغرب. ايش يملك الامام؟ يعني مو لان الامام ما كان يرى، مو لان الامام ما كان يرى ضروره تبديل الوضع، لا كان يرى ضروره تبديل الوضع، لكنه اذا تيسرت له الوسائل، اذا ما تيسرت الوسائل شو يسوي الامام؟ كيف يبدل الوضع؟ ها؟ باي وسيله يبدل الوضع؟ كان والا الوضع ما يسكت عليه. ارجوك يصل الامر الى درجه واحد يطبع على الامام، يطب على الإمام سلام الله عليه يقول له سيدي أنا عندي إبل، عندي جمال، ذولا وقت الحاج يكرون مني جمالي، ذول العباسيين يستأجرون الجمال اللي عندي وقت الحاج يودوها للحجاج عندهم، شنو هذا العمل، صحيح أو غلط؟ قال له لا، قال له أنت من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا. نعم أنت راكن للظالمين، هذا يحرم عليك لأن أنت موقفهم على رجليهم. وانت لما توقف لك ظالم على رجليه، ها؟ لما تيجي تمده قال له انت تأجر ناقة، وهذا يبني له بيت، وذاك يصلح له شارع، وهذا يقضي له حال، قلت لي موقف وخروا عنهم يقعون. الواقع الشكل. وانا اقول لك اجل ما لطاغية ان يكون، اجل ما لطاغية ان يكون ومن حوله الكاملون البشر، ولكن يكون في بيئة الخنوع وبين رجال انكسار. هو الواقع ظالم ما يصير، ما يولد إلا بين كسر من الرجال، ولا إذا رجال كاملين ما استبداد ما يصير أبدا، ما يصير أبدا، ما يصير إلا في بيئة الخنوع، إلا في بيئة الذل. فيقول للإمام سلام الله أنتم مد فيهم على رجليهم، أنت تأجرهم وذاك يبني لهم وهذا يقضي لهم شغل وهذا يخدمهم، طبعا أوخرت عنهم يقعون. فإذا الإمام سلام الله عليه كان يرى تبديل الوضع، لكن كيف يرى تبديل الوضع؟ يرى تبديل الوضع بالأصول، يعني مو يجي يشفك دماء بالخالي بلاش، لا، يمكن أن رأي عام يتكون، وإذا تكون رأي عام ذاك الوقت يميل إلى التغيير. المهم الإمام سلام الله عليه عاش هالفترة تحت هالضغوط، الأموال تمنع عن الجياع، عن الأفواه الجائعة من بني هاشم اللي تدفع إلى الترف وإلى المفاسد وإلى الرذائل. ويقول دعب الإبن علي الخزاعي شي صور أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي، إذا وتروا مدوا إلى واتريهم وأكفا عن الأوتار منقبضاتي، طب ما يجدون آنذاك من يستعينون به لدفع الظلم عنهم. الأموال تأخذ طريقها إلى غير مكانها. بعد الإنسان عندهم لا يكرم، يعني العلوي يضغط عليه غاية الضغط، يلاحق بطعامه بشرابه بأمنه باستقراره بكرامته، أحيانا يذل يقبل قول خصمه عليه. نشأ الإمام سلام الله عليه بهذا، لذلك وين اتجه؟ اتجه إلى الانزواء، طبعا اتجه إلى أن ينزوي، وأصبح الإمام بعيدا عن هذه الأجواء، منصرفا إلى محرابه، منصرفا إلى علمه وإلى محرابه، يعني قاعد بالبيت ينتظر من يدخل عليه، يعني يشد حاجة الناس العلمية ويشد حاجة الناس الروحية، هاي وظائف الروحية فقط، وإلا لا سبيل للوصول إلى مجال آخر مع تلك الأوضاع. ولهذا عاش الإمام سلام الله عليه معظم أوقاته وين؟ بالمدينة. عاش بالمدينة، دار مأمن للعلم وللعلماء. إذا واحد عنده طالب مسألة أو إذا يريد يصل إلى فهم الحكم الشرعي
يدخل إلى الإمام ويدخل شلونهم، يدخل بعد معرفة، لأنه ما كانوا يمكنون للإمام أن ينطي رأيه الكامل أو ينبسط انبساط كامل في أداء وظيفته العلمية. غالبا اللي يتولى الفتاوى بين الناس، نعم، مجموعة من الحواشي التي ترتبط بهم، الحواشي اللي ترتبط بالعباسيين وما يمكنوها، يعني القضاة وبعض الشخصيات، نعم، اللي من هالنوع يغذقون عليهم يسموه عالم، هذا هو اللي كان يتولى الفتوى. إلا العارفين، إلا الأولياء، إلا المخلصين اللي لهم صلة بالإمام سلام الله عليه، يعرفوا يطبون عليه، يستفيدون من علمه. وإلا الأعم الأغلب وين؟ إلى هؤلاء. وطبعا ذولا فرد أنماط معروفة قضيتهم. يعني أضرب لك مثل، واحد من القضاة يطب على المهدي العباسي. المهدي معروف عنه أنه يحب اللعب بالطيور، نبالي يلعب بالطيور، يقول له يا هذا، قال له بلى، قال له أكو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، تقدر تروي لي هذا الحديث في المراهنة؟ قال له لا رهانة إلا في خف أو حافر أو ناصل أو ريش. ضحك، أمر له بجائزة وضحك المهدي. من طلع قالهم أو ريش، هاي الرواية أنا أدري إلى جقها على حسابي، هاي أو ريش حطها على حسابي، ترى أنا عارف أنه الرواية أدري بيها، ماكو إلا في خف أو ناصل أو حافر، أما ريش هذه ما موجودة أبدا. فتصور هذا الرجل اللي مستعد يجور حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يأخذ لش كم درهم من المهدي. أما اللي جين هاي الأجواء اللي تلقاها غالبا أجواء عفنة تحوط الظلمة، الظلمة في واقع الأمر تحوطهم هذه الأجواء العفنة. أما الإمام سلام الله عليه في قعر بيته قاعد، ولذلك جماعة اللي ما يندلوا ذولا كانوا في حيرة، اجوا جماعة يردون يعرفون منه الإمام من بعد الإمام الصادق سلام الله عليه، اجوا لقوا أخو الإمام، قالوا له احنا عندنا مسائل وجايين من مكان ريد نشيلها. قالوا ايه شلو تفضلوا. قالوا له اذا واحد عنده 200 درهم ايش كثر عليها زكاة؟ قال 5 دراهم. قال زين اذا عنده 100؟ قال 2.5 درهم. قالوا لا حول ولا قوة الا بالله، لانه درهم 100 مو نصاب، حتى ما تجب فيها ما عليها زكاة، مو نصاب، نصاب ما يكمل الا بعد 200. قالوا وين نروح؟ إلى القدرية، إلى المجوس، إلى أين؟ يقول طلعنا وإحنا حيارة ما نعرف إلى أين. أشارنا واحد قال هل أمه معي؟ يقول إحنا أيضا خفنا، هذا شنو إيش عنده؟ جينا ويا، أقبلنا إلى أن وصلنا قريب من دار عافنا وراح، خرج إلينا غلام قال إن الإمام يقول إلي إلي، لا إلى المجوس ولا إلى القدرية ولا ولا، إلي إلي. يقول فاطمأننا، دخلنا على الإمام سلام الله عليه، سلمنا عليه، أردنا أن نعرف هل هو الإمام. قلنا له من ولي الأمر من بعد إمامنا الصادق سلام الله عليه؟ قال إذا هداكم الله فستعرفون ذلك. يقول ما استفدنا، وبدأنا نلح عليه بالأسئلة لأن وصلنا إلى السؤال الأخير، قلنا هل عليك إمام؟ قال لا. فتداخلتنا منه هيبة لا حدود لها، عرفنا أنه هو الإمام. يقول جلسنا بين يديه، طرحنا إليه مسائلنا، وكان الإمام سلام الله عليه دار ما أمل في حدودها، في حدود ضيقة، يعني ما يقدر في حدود أوسع، ما يستطيع الإعراب عن رأيه، فتوى مجرد فتوى ما يستطيع أن يعرب عن رأيه. واللي خلى الأمر يشتد أكثر شنو؟ أن الرشيد دفع ابنه الأمين، المن دفع؟ دفع إلى جعفر ابن محمد ابن الأشعث. شوي تنبه لي للنقطة، هذول عائلة عربية، جعفر ابن محمد ابن الأشعث هذول كانوا يرتبطون بالبلاط، عائلة عربية، وعائلة الظاهر من تتبع الأخبار أن الأئمة سلام الله عليهم الظاهر يعني أنه كانوا ماخذين شبه إذن أنه يقضون حوائج إخوانهم، أو هم في حد ذاتهم صالحين، لأن الرواية ما بها تصريح في واقع الأمر، بس هم كانوا في بلاط الرشيد. وما معقول شيعي في بلاط الرشيد في ذيك الفترة الشديدة
ويمكن الرشيد. نعم يمكن الرشيد تمكين كافي ويطي ابنه يربي عنده. نعم وهذا اللون من رضا الرشيد عليهم يدل على أنهم ما كانوا متظاهرين بالتشيع، وعدم تظاهرهم يبدو أنهم كانوا يحققون بعض خدمة لجماعتهم. نبه لي، فلذلك أبقاهم. هي هاي كفارة بقائهم هنا بالوظيفة، قضى حوائج إخوانهم. فالشال الرشيد ابنه الأمين رباعتهم. من اللي خافوا؟ البرامكة. البرامكة ويزعلوا وخافوا أن المسألة هذا راح يصير هو الخليفة. إذا صار الخليفة يعني انتقل الثقة الإلمن إلى بيت جعفر بن محمد بن الأشعث، معنى ذلك أن البرامكة راح يصبحون على الأرض، يعني أن الأمر راح ينتقل من أيديهم. صار الصراع بين هالجناحين، نبه لي، هالجناحين صار ما بيناتهم صراع. هذول البرامكة أرادوا أن يطيحون بهؤلاء بأي طريقة، يعرفوهم شيعة، قاموا يترددون عليهم، يدخلون إليهم يسألونهم، يستبرئون أحوال الإمام عنهم ويرفعوها يوم بيوم إلى هارون الرشيد. نبه لي، يوم بيوم يرتفع تقرير إلى أن آخر مرحلة ودى الفضل ابن يحيى صاح للواحد من بني هاشم، قال له تعرف لي واحد من الهاشميين ضعيف الحال؟ قال له بلى، أنا أعرف علي ابن إسماعيل ابن جعفر ابن محمد، هذا ضعيف. قال له كتب له ودى له هدية، أرسل له أموال وأخذ يكاتبه، وآخر شيء كان يكتب له يحسن له المجيء إلى بغداد، يقول له التحق بالخليفة وأنا أضمن لك مكانة محترمة بالبلاد. وقام يلح عليه، قام يلح عليه الإمام سلام الله عليه، لاحظ عليه تغير والدوران، قال له تعال. قال له بلغني أنك تريد الذهاب إلى بغداد. قال بلى. قال له ليه؟ شنو دافعك لهذا؟ قال له أنا رجل فقير وعلي دين. قال الإمام أنا بري مو منقطع عنك، على طول أعطيك، ومع ذلك أنا أقضي دينك وأنا أقضي حوائجك، وش عندك لوازم أنا أقضيها لك. قال لا، لا يشعني إلا الذهاب إلى بغداد. قال ها تذهب إلى بغداد؟ قال بلى. قال إذا أردت الذهاب إلى بغداد لا تيتمن أولادي. ثم أمر جاريته فأخرجت له 300 دينار دفعها إليه. لما طلع واحد من أصحاب الإمام قال له سيدي أنت تعرف أن هذا رايح إلى بغداد يسعى بك وتعطيه 300 دينار؟ قال هكذا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال إن الرحم إذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت قطعها الله، وأنا أريد أن أصله حتى يقطعه الله. وفعلا إجا هذا إلى أن وصل إلى بغداد رأسا، اجى الى بيت الفضل، استقر عند الفضل يومين، باليوم الثالث اخذ الاذن دخل على الرشيد. سأل الرشيد من اين؟ قال له جئتك من انسان على بعض التعابير يكاد يعبد من دون الله. لا عجيب. قال له بلى. قال له يجبى اليه الخراج من شرق الارض وغربها. قال له شلون؟ قال لها اشترى له ضيعة بستان ب30,000 دينار، دفع ثمنها. البائع قال له أنا هذا النقد ما أريد، أريد نقد من نوع ثاني. ذكر له نوع آخر من النقد، أمر فطلعوا له ذاك النقد. قال له معناه أن بيته بيها نقد كثير ومن مختلف الفئات ومن مختلف الأشكال، وبدأ يحش على الإمام سلام. زين الإمام طبعا يدري أنها راح ينتهي الأمر بهذا الرجل هكذا، لكن مثل ما توقع على الإمام الرشيد اعطى توقيع ب200,000 درهم يستلمها من احد البلدان، هو اختار بلد من البلدان، قال له بدربي انا امر اخذها. وطب لوين؟ الى الدار. دخل الى بيت الخلاء فزحر زحر خرجت امعاؤه. اجوا ليه؟ قالوا له هاي الاموال وصلت نجيبها لك. قال لهم ما اصنع بها، انا بعشكوا بها، شنو فائدتي بهذه الاموال؟ حطوا الأموال إلى جانبه ومات إلى جانب الماء.
مو يقول الأديب ألم ترى أن المرء ما جال دائبا معنا بأمر ما يجال يعالجه يكون كدود القج يهلك دائما ينشج دائما ويهلك غما وسط ما هو شجو. هذا هكذا. فعلى أي حال أعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه انصرف إلى داره لإعانة المعوجين، لإجابة السائلين، للقيام بهذا النمط من الأعمال. كان يطلع بالليل، يقول المؤرخون كان أهل المدينة يصل إليهم البر ولا يعرفون من أين يأتيهم. كان الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه يحمل على ظهره، يقول صاحب الفصول، يحمل الورق والعين والدقيق ويطرق الأبواب، يدفع إلى كل أحد ولا يدري من أين يأتيه. هذا دأبه، هذا ديدنه. وكان إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه، أكو جماعة بالمدينة يشتموا الإمام، يقول إذا بلغه عن أحد أنه يشتمه وصله بالأموال بالبر، يجي ليه الإمام سلام الله عليه يبره، ينقل الأموال، يسأل عن وضعه، يتفقده، وبهذا الطريق يشتميله. أما الخلق القرآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. واحد هذا يقول أنا اكتريت جملين وأنفقت على مزرعة عندي قثاء وقرع ونوع من هالنباتات 120 دينار من الذهب، يقول فأصبحني الجراد فأتى عليها بأجمعها. أنا قاعد، يقول ولج علي مزرعتي الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وهو على دابة الله، أقبل إلى أن انتهى إلي، جلس إلى جانبي، قال لي إيش حالك؟ قلت والله أصبحت كالصريم الجراد أنحى علي وأنهى المزرعة. قال الإمام سلام الله عليه كم غرمت عليها؟ والله سيدي ثمن الجملين والنفقات الأخرى كلها 120 دينار. قال لغلامه اعطنا 150 دينار. يقول راح الغلام جاب 150 دينار، قال تفضل ربحك 30 جن والجملين لك تربحن واشقي على مزرعتك الثلاث أيش، لا تقطع الأمل، اشقي عليها، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال تمسكوا ببقايا المصائب، إذا بقايا المصائب تمسكوا بها الله يبارك بها الله يعوض. يقول فشقيت عليها، بعت منها 10,000. نعم، وكان كل ذلك ببركة الإمام سلام الله عليه. الله صلى الله عليه وسلم. وكان هكذا دأبه وديدنه حتى مع ألد أعدائه. كان الإمام سلام الله عليه يتفق ويطلع إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله إلى العبادة معظم وقته في مسجد رسول الله أو يرجع إلى بيته، وحتى في المكان اللي ينتقل إلى مكان يفارقه، ياهو اللي ما يفارقه، جلم المقص يأخذ به الجائد من لحم مواضع السجود من اللحم الميت، من قد ما يسجد صارت له ثفنة بيديه وبجبهته وبركبته، يأخذ اللحم الزائد، وكثيرا ما يسمع وهو في جوف الليل نضو للعبادة. شنو يعبر عنه بعض المؤرخين؟ يقول تميله الريح إذا مرت به لضعفه، من أحلاش الليل من رهبان بني هاشم. نعم، كان راهبا من رهبان الليل. فكان الإمام سلام الله عليه وقت بين العلم وبين العبادة وبين صلات الناس وبين قضاء حوائج الناس، هذا دأبه وهذا ديدنه. وبالفعل لما صارت هاي الحادثة والبرامكة أكدوا على أن ينتقمون من ذولا جعفر بن محمد بن الأشعث ويرفعون التقارير إلى الإمام، عن الإمام إلى الرشيد، في تلك السنة حج الرشيد، حج وأقبل إلى المدينة. يقول صاحب الفصول دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وقف على القبر، وقف قال يا رسول الله أريد أن أعمل عملا وأعتذر إليك منه، أريد أن أحبش ولدك موسى لأنه يشتت أمر المسلمين.
قريب. شي شتت شنو كان الإمام سلام الله عليه يصنع؟ شو معنى تشتيت؟ لكن طبعا يريد المبرر. شنو المبرر؟ إنه يشتت أمر المسلمين. طلع رأسا بمجرد أن طلع من المسجد أكو راحلتين، راحلة موجهة إلى الكوفة مهيئة، وراحلة موجهة إلى البصرة، حطوا على الجمل الموجه إلى البصرة ورأسا وجهة توجهوا وين؟ إلى البصرة. ذيك الراحلة الثانية للإيهام حتى الناس يصورون أن راح إلى الكوفة، يعني لا يعرف به أحد، يضيع الجهة. رأسا من الراحلة إلى سجن عيسى بن موسى، مو بس سجنه، هواية غازل عيسى ابن موسى، قال له سوي له طريقة من الطرق خلصنا منه اقضي عليه. قال له عيسى ابن موسى محال، مستحيل أقرب إلى هذا العبد الصالح. قال له هذا أنا ما طلعت عليه بليل أو نهار إلا ورأيته قائم وقاعد وراكع وساجد. قال له دائما يطرق سمعي هاي عبارته: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. قال له أصلا أنا ما أشوف هذا الرجل لا يدعو عليك ولا علي ولا على أحد من الناس، يستغفر الله لذنوبه ويدعو لنفسه، هذا أنا أتولى؟ أبدا. بعد سنة كتب إلى الرشيد: إما أن تبعث إلى هذا العبد الصالح من يتسلمه مني، وإلا والله خليت شراحة. بالفعل الرشيد أحس أن الجو تكهرب هناك، نقل من هذا السجن، جاب وين؟ إلى سجن القنطرة. سجن القنطرة اللي مطلع على النهج العقابي اللي كان عند العباسيين ويطلع على هذا سجن القنطرة. سجن القنطرة مروع. أكو عبارة للشيخ المجلسي يقول: كان الإمام سلام الله عليه في هذا السجن يتألم لأحوال المسجونين، لأن يطرق شمع أصوات ذول المعذبين، أسماء ذول المسجونين اللي يتعرضون إلى أشد أنواع، لأنه سجون نزعت منها الرحمة. ما عندنا إحنا هيك سجون، الإسلام ما بيه هيك سجون. نعم الإسلام بتعويق منع عن الحركة في نمط معين. مسألة هذه على ما أتذكر أنا عالجتها في أحكام السجون في الواقع. المسألة ما عندنا سجن بهاللون يمكن أن يلتئم مع نظريات الإسلام، نبه لي. لكن كان الإمام يشاهد أحوال هذولة، ومو سجون يا أخي مروعة، يعني تأمل بالسجن: فالتنور من تنانير الحديد، هذا ابن زياد كان عنده تنور داخل مشامير محددة، يجيبون السجين يدخلوا بذاك التنور، هم يوقد بالنار وإذا تحرك تخزه المشامير إلى أن يحترق. فضائح في التاريخ أكو، فضائح تلوره وما تزال إلى الآن الجيف مستمرة. فتأمل هذا اللون، كان الإمام سلام الله عليه يشاهد هاللون، فكان يتألم لأحوال المسجونين، وظلك بهالسجن القنطرة فترة طويلة. ثم طلعوا من سجن القنطرة، هي سجون عامة، نقلوا إلى بعض السجون الخاصة. يا السجون الخاصة، أولا جابوه إلى سجن الفاضل ابن الربيع. فضل ابن الربيع الرجل كان يتذمم، ومعنى يتذمم يعني أكو عنده لون من الأنفة، من الحمية، من الكرامة، عنده شعور بمكانة هذا الرجل الجليل، بمكانة الإمام سلام الله عليه. يشوف هذا الرجل من العباد، من الزهاد، من المتأجدين بالأشعار، يلاحظ أن هذا الإمام هالمكانة الكبرى، شنو ذنب هذا حتى يعرض إلى الضيق؟ كان شوية يوسع عليه إلى حد ما يطلع على صحن الدار، يعني ما يخلي بالمطمورة جوا، ما يخلي في سرداب، يطلع إلى الساحة يشتم شوية هواء، والإمام أيضا يغتنم هالفرصة. هل هذا أحمد بن عبد الله يقول أنا طبيت عليه أمشية صائفة من ليلية من ليالي الصيف، وإحنا على السطح من الحر، انظرت يقول عينت بصحن الدار. قال لي: عين بصحن الدار ماذا ترى؟ يقول: نظرت قلت أرى ثوبا مطروحا على الأرض، أشوف لي ثوب مطروح على الأرض. قال لي: لا، حقق شوي النظر. يقول: حققت النظر، قلت أرى رجلا ساجدا. قال لي: تعرف من هذا؟ قلت: لا. قال لي: هذا من رهبان بني هاشم.
هذا الإمام موسى بن جعفر، هذا نهاره صائم وليله قائم، هذا إذا جن عليه الليل أحيا الليل بالعبادة إلى الفجر، يصلي صلاة الفجر ثم تهوم عيناه شوية قليل، ثم يقوم يجدد وضوءه ويبدأ بالصلاة إلى أن تزول الشمس، يصلي صلاة الظهر، نعم، ويقوم أيضا ما بين الظهر والعصر يتنفل، ثم يصلي صلاة العصر، ثم بعد ذلك يوصل هذه الصلاة بصلاة المغرب والعشاء، وهذا دأبة، هذا ديدنة، نهاره صائم وليله قائم. وهي وحدة من جوارية قالوا لها صفي لنا سيدك، قالت أطنب أم أختصر؟ قالوا لها لا أختصري، قالت والله ما فرشت له فراشا بليل قط، ولا قدمت له طعاما بنهار قط. تأمل الإمام سلام الله عليه عاش بهذا السجن، ثم انتقل إلى سجن الفضل ابن يحيى، وهو أيضا من السجون الخاصة. والفضل ابن يحيى أول الأمر أيضا لحقه ذمام، هم لحقه ذمام، هم شوية راعى الإمام، قام يطلع شوية للهواء، وصل الخبر إلى الرشيد، والرشيد غضب عليه غضب شديد وأمر بأن يخرج، ودى العباس بن محمد مدير السجون العامة، جلد الفضل 100 شوط، نعم، وغضب عليه غضب شديد، وانتزع الإمام من سجنه، جاب لوين؟ جاب إلى سجن السندي ابن شهاب، وهو أشد السجون، هذا من الطوامير اللي تحت الأرض التي لا يعرف فيها الليل من النهار، أصلا ما يقدر الإمام يميز أوقات الصلاة، يوقف للغلام السجان يعيل لأوقات الصلاة، يقول له صار وقت الظهر صلي، صار وقت العصر صلي، وهكذا ما يرى، لا يفرق بين الليل والنهار. وبأثناء هالفترة الرشيد ودى الجلودي إلى دار الإمام بالمدينة، شو بدار الإمام بالمدينة؟ أحرق الدار على أهلها. تأمل، وقف طلع الجلودي يرعد، وجاب الحطب حط على باب الدار، والدار بها نساء وبها أطفال، وطلع الإمام الرضا سلام الله عليه، طلع الإمام الرضا قال له ما تريد أن تصنع؟ قال له أنا مأمور بحرق الدار وبأن أشلب جميع ما على العلويات، شعدهن من حلي. قال له الإمام حرق الدار تحرقها للدار، ما افعل ما بدالك، لكن تدخل إلى عيالي هاي ما أخليك أبدا دون ذلك السيف، أبدا لا تدخل، بس أنا أحلف لك أني لا أترك على علوية شيء، تريد أنا أجيب الكابية دي. وبالفعل حلف له إلى أن سكن غضبه، جاب للحلي والحلل بيده دفعها إليه الإمام. شوف المعادن، هذا الوسخ من بعد ذلك لما صار الإمام الرضا ولي عهد، طب فرد يوم والإمام الرضا قاعد يم المأمون، دخل على المأمون، شاف الإمام المأمون من شاف انفعل واتأثر، وكان يعني زعلان عليه المأمون، هذا اللي يعني يذكر له هالقصة هالواقعة، قال له هذا إجا هذا المنحط دخل علينا، قال للإمام أقسم عليك، أقسم أو بالأحرى بحقي عليك ألا تشيء إليه، لا تشيء إليه، خلص اللي راح راح، هذا ما شاف الإمام حاشيش، تصور صور أن الإمام يحث عليه يقول له انتقم من عنده، وقف على رأس المأمون قال له أقسم عليك بالله ألا تسمع قول هذا فيه، قال الإمام بلى والله ما أسمع قول هذا فيه، اطرحوه ضرب عنقه. فتأمل لاحظ، وحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا أحرق الدار الإمام وهو بالسجن، والإمام سلام الله عليه هناك وطال به السجن، ظل في هذا السجن الليل والنهار، أنيشاه محراب به وكتابه، اسمعوا بالليل يا سامع كل صوت، ويا سابق الفوت، ويا كأسي العظام لحما ومنشرها بعد الموت، أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ويذكر الإمام سلام الله عليه ما يريد من حاجات، اسمعوا دعاء يشق أشتار الليل، وظل بهذا السجن وما أخرج من السجن إلا وهو محمول على الأيدي. هذا اللي المعنى اللي ذكر علي بن شويد.
يقول انا ماخذ وعد من الامام سلام الله عليه ان اراه. قلت له سيدي يمتى ما تبشرنا يمتى الفرج؟ انت طالت عليك التنقل من سجن الى سجن لانه روايه 12 سنه وروايه 14 وروايه 18 سنه. نعم من سجن الى سجن. قال الامام الموعد يوم الجمعه. قلت له سيدي اين باي مكان؟ قال ضحى ضحى على الجسر ببغداد. يقول خرجت وانا لا اكاد اهدأ من الفرح. اقبلت اطرق الابواب بابا الى ان وصلت الى بعض اصحابنا. قلت له ابشر ايام الفرج قريبة. قال متى؟ قلت الموعد ضحى يوم الجمعة على الجسر ببغداد. يقول هرع الناس يمينا وشمالا بالموعد يوم الجمعة ينتظرون طلعة الامام. بينما نحن كذلك وإذا بالشجانين يهرولون وعلى أكتافهم جنازة أقبلوا بها طرحوها على الجسر ببغداد. ووقف المنادي ينادي هذا إمام الرافضة الذي يزعمون أنه لا يموت وها هو قد مات. يقول علي بن سويد اسقط ما في أيدينا جعلنا ننظر إلى نعش الإمام وارتفع شهيقنا بالبكاء. يقول علي بن سويد كان مر بي طبيب، هذا طبيب مسيحي كانت لي معه صحبة. أقبلت إليه قلت يا هذا بالمسيح عيسى بن مريم عليك إلا ما وقفت قليلا. قال ما الخبر؟ قلت له أريد منك أن تقف على هذا المسجى تنظر لي ما هو سبب موته. يقول أقبل ما طلع عن الإمام نظر في وجهه وأخذ كفه قلبه ثم قام لم يتكلم بشيء. تبعته قلت ما وراك؟ قال لي لا تطل لا تطل يا ابن سويد. أسألك هل لهذا الرجل عشيرة؟ قلت ما الخبر؟ قال فليطالبوا بدمه إن الرجل مشموم. بالمدينة غلب عيدين يسأل من عم الرشيد سليمان يسأل غلامه يقول له ما لي أرى بغداد تضج بأهلها أسمع على الجسر ضوضاء؟ قال له سيدي والله لا أدري. قال ويحك اذهب انظر ما الخبر وعد. ذهب الغلام ورجع قال سيدي يقولون على الجسر جنازة أخرجت من السجن. قال ويحك ما أكثر من يموت ويموتون بالسجن سجن ولا واحد يشعر بيوم. اذهب سل من هذا. اقبل الغلام يركض سأل استفسر قال من هذا؟ رجع قال سيدي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى على الجسر؟ التفت الى غلمانه قال بادروا إليهم خذوا الجنازة من أيديهم إن مانعوكم اضربوهم. أقبلوا به وضعوا في مفرق أربع طرق. نادى المنادي على من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب.
الوصل والرحم لسليمان جامع لموسى ودحشته عروق النجابة بس لحسين ما بين. هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار. بسم الله الرحمن الرحيم. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء. فرج عنا يا الله. اللهم اسلكنا في رحابك ورحاب أهل بيت نبيك. شد أيدينا بحجة آل محمد يوم نلقاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وبلاد سائر المسلمين. اللهم فك أسرهم. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. المؤسس تقبل عمله ولأماته مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.